هنا تشتم رائحة أهم الأكلات المصرية الشعبية الأصيلة، الفول والفلافل أو الطعمية، وتشعر بإحساس أجواء القاهرة الدافئة عندما تجذبك هذه الروائح الشهية. لو بدأنا مثلا من 100 لغاية الصفر حضرتك، الأعداد والتفاوت بين الأرقام وبعضها، هي دي كلها طبقات بتيجي تاكل عندنا، يعني من 100 لغاية صفر ده كله بيجي ياكل عندنا. الأكلات المفضلة بالنسبة للناس هنا الفول، عندنا بتبقى يعني معظم الأكلات اللي بتيجي هنا اللي بتتحط على الترابيزات في شهر رمضان مثلا، وليكن الفول، فول بالصلصة، فول بالسجق، فول بالبسطرمة، الفول بالزيت الحار وفول بالزيت العادي. العاملون هنا كغيرهم من مختلف فئات الشعب المصري يشعرون بأجواء رمضان المميزة، ولتجهيزاتهم في هذا الشهر طبيعة مختلفة. في رمضان بنبدأ يومنا من حوالي الساعة 3، بيبدأ عندنا وجبات لحوم وجبات فراخ، شيش طاووق، بانيه، ده الكلام ده بيبدأ من 3 العصر. أما بعد الفطار بنبدأ بقى نحضر العيش بتاعنا، عندنا فرن زي ما انت شايف، وعندنا بيطلع مننا عندنا الفول المهروس، ويبدأ عندنا طعمية، وبنجهز هنا في المطبخ جوه شكشوكة وبابا غرنوج وفول بالصلصة. رمضان طبعا مختلف، قبل كده كان رمضان بيبقى السنين قبل اللي فاتت، يعني مش اللي فاتت كده، اللي قبلها كان بيبقى طبعا في زحمه هنا وهنا وهنا، هي بيفرش حوالي 3 بارتيشنات على اليمين هنا وعلى الشمال وقدام المطعم، فطبعا بيجي لنا ممثلين كتير جدا ونقعد طبعا نصور معاهم، وفي روح حلوه كده موجوده. وطبعا بالنسبه للمطعم يعني طبعا موضوع مختلف، نجمع طبعا من بعد صلاه العشاء بنيجي هنا المطعم عشان نيجي بقى نجهز ونستقبل الضيوف الموجوده ان شاء الله يشرفونا باذن الله. مطاعم لها شهرتها وتمثل مقصدا لكثير من المصريين، ليس لكونها تمتاز باسعارها الزهيده وحسب، ولكن كذلك بين جدرانها ذكريات لا تنسى لزبائنها.